السلام عليكم. في أداة مجانية بتخلي العناصر اللي تختارها كل واحدة فيهم تنسب للليفل اللي هي فيه. يعني ساعات بيتعمل بالخطأ إن يكون عندي عمود وهو موجود في ليفل مثلا 4، لكن هو لما توقف عليه وتحدد العنصر بتلاقي إن هو على ارتفاع 4000 متر من ليفل 3، أو على ارتفاع -5000 من ليفل 10، وهكذا. فالحاجات دي بتعمل مشاكل كتيرة جدا واحنا شغالين، فده بتسهل لي الموضوع ان كل حاجة تتناسب للليفل اللي هي بتبدأ من عنده، بيشوف اقرب ليفل ويتناسب ليه. انا مثلا ليفل 1 بس على ارتفاع 4000، فهو يبدأ يناسب كل حاجة لأقرب ليفل ليه، ده -4000 وهكذا. فبتعمل سيلكت وتقول له فينيش، فهو يبدأ يحط كل حاجة في الليفل بتاعها.